طب شادي طلباتها كانت كتير؟ لا خالص انا طلبت حاجه خالص 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 طلبتش حاجه خالص والله. لا يعني نسمة الصراحه من الناس اللي انا يعني بشوفها عاقله وريزنبل جدا، يعني منطقيه جدا في طلباتها واختياراتها، وهي يعني هي ما كمان هي مش محتاجه الحمد لله، يعني ما حدش فينا الحمد لله كان محتاج يعني، فاحنا كنا ماشيين مع بعض الخط من الاول كده ان احنا شيرنج في كل حاجه مع بعض، فكان الموضوع سهل وسلس جدا يعني. الحمد لله. العلاقه بقى في الشغل يعني انتوا متجوزين والعلاقه بقى يعني جوزك في البيت وفي الباند وفي الشغل، هل دي بتخلي العلاقه الطف، العلاقه الزوجيه الطف، ولا يعني مش دايما احنا ألطف؟ احنا اتعودنا عليها لان في البيت شكله وفي الشغل شكل مختلف. فاتكلمنا يعني قعدنا نتكلم في الموضوع ده هنمشيه ازاي بحيث ان الموضوع يبقى ماشي بسلاسه، يعني احيانا لأن ممكن أنا نختلف يعني في الشغل بالظبط عادي جدا. بالظبط. فعلشان ما يبقاش ده ما يسلمش في اي حاجه في علاقتنا. لا يعني خناقه الشغل بتكمل في البيت؟ لا 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 ما لا ما اظنش ان ده عمره حصل. بس انا اللي دايما عندي حته انه يعني جوزي معايا في الشغل، فلو هو اقترح حاجه فانا هقعد اعديها واقول اوكي بقى عشان هو جوزي وكده ولا. بس بقى قعدنا اتكلمنا يعني في الموضوع ده ازاي هنقدر نمشي ده مع ده علشان ما يبقاش فيه الحساسيات اللي هي من النوع ده. فاتكلمنا واتفقنا وما اظنش ان في اي حاجه يعني ما اثرتش على حياتنا الشخصيه. انت كراجل بقى شلت الحساسيات دي ازاي؟ يعني نسمة هي النجمة، هي اللي قدام الناس، هي اللي موجودة دايما. الملحن والموزع ده بيبقى برضو خطوة ورا، حتى لو كان هو عظيم بليغ حمدي يعني، لكن دايما بيبقى خطوة ورا. الحساسيات دي جواك شلتها ازاي؟ لا هو ده خد مني انا مجهود شوية الصراحة، يعني خد مني مجهود انا مع نفسي نفسيا شوية، بس في التعاملات انا عارف دوري كويس، هو يعني احسن حاجة ان الواحد يبقى عارف هو مكانه فين في سواء في الشغل او في عارف. فهي كده كده شيز ماي بوس في الشغل، فده تمام ما عنديش مشكله فيه. حلوه دي شيز ماي بوس في الشغل. اما طبعا مفيش راجل بيقول كده ماليش دعوه بحضرتك في البيت برضه. شيز ماي بوس في الشغل، هي رئيستي في العمل. الموضوع سهل وبسيط يعني. مراتي مدير عام. انا ما قلتش حاجه ماليش دعوه. لا ده حقيقي يعني، ده عادي يعني. وبعدين احنا يعني احنا الجروب كله احنا هنا السنين الطويله اشتغلنا مع بعض فيها خلتنا اصحاب، فيعني أيوة برضو ما بيبقاش في حاجه قهر، هي نسمه برضو مش بتقهر في الشغل قوي. مش بتقهر يعني. لا لا ده انت لا ده بجد الكلام ده اللي فات كان هزار. مش بتقهر مش بتقهر قوي يعني، هي جامده بس مش بتقهر. ايوه ايوه لا ده بجد قلبي معاك يا حبيبي، قلبي معاك يا ابني، انا جايه لك.